بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نبدأ الآن الجزء الثالث من المحاضرة الرابعة لموضوع الديستيليشن. في هذه المحاضرة طلاب راح نأخذ اكزامبل تطبيق حول اللي تعلمناه بالمحاضرات السابقة حول إيجاد عدد الصواني في حالة إذا كان عندنا R minimum reflex ratio minimum. المثال الموجود هنا قدامنا for ethanol propanol system. اذا حسب اللي السيستم الموجود هنا عندي، هذا هو سيستم من نوع اللي هو نظام ثنائي اللي هو الايثانول والبروبانول. المطلوب من عندنا ايجاد قيمة او الكميات اللي هي للديستيليت دي والويست اللي هي يظهر في اسفل الجهاز التقطير. ايضا طالب من عندنا ايجاد الاكتوال نمبر اوف تري، اكتوال نمبر اوف تري وليس الايديال نمبر اوف تري، اكتوال الحقيقي. المعطيات المعطينا اياها الفيد هنا 750 كيلو مول بير اور، نوعه وهذا جدا مهم ساتوريتد ليكويد، اكس اف اللي هي نسبه الماده 0.65، XZ 0.96 يعني Distillate، XW 0.04 الإفشنسي 70%. طلاب كمنطوق سؤال هنا مختصر لكم إياه وقال لكم إياه مباشرة، فالمفروض أنتم تعرفون كل مصطلح موجود هنا هو الشيدعة، يعني هنا مختصر لكم إياها للسؤال بس مطيكم المعطيات مالته، فيعني لا تتوقعون بأنهم يجيكم هيك السؤال يجي مباشر مثل ما هو موجود كلاميا كمنطوق. أنا بس دا يفهمكم يعني غير هدف من عنده من هذا السؤال، فلهذا دا نلاحظ بأنه المعطيات الطانياها مباشرة بدون كلام بدون أي تفسيرات أخرى. الرفلكس ريشيو قال لنا بأنه هي twice the minimum reflex ratio. الـ R operated اللي راح نشتغل ونرسم عليه لإيجاد عدد الصواني الحقيقية بطريقة الرسم، هي تقول لك هي قيمتها 2 من قيمة المينيمم رفلكس ريشيو. إذن هو ما مطيني الـ R أوكي، بس مطيني في الدليل عليه نقدر نستخدمه لإيجاد قيمته. مطيني أيضا الإكليبريوم ديتا اللي هو الـ X والـ Y اللي هو نستفاد من عندها لرسم الإكوليبريوم كيرف. إذن ثلاث مطالب، قيمة الدي ديستليت وقيمة الويست وقيمة الأكشن نمبر أوف تري. فنبدأ إن شاء الله بالحل. لإيجاد قيمة الدي والدبليو دائما طلاب في حالة الابزوربشن وفي حالة الديستليشن احنا راح اول ما نبدي توتال ماتيريال بالانس اللي هي الان يساوي لنا الاوت، الان انا عندي الفيد شو يساوي لنا الدي زائد الدبليو. الفيد مطيني اياه 750 والدي والدبليو هو يريده، وبالتالي اكو هنا متغيرات اثنين ما نقدر نوجدها بمعادلة واحدة، فتكونت عندي المعادلة الاولى اللي هي دبليو يساوي 750 ناقص دي. إذن W function of D خليناها بهالصيغة بالمعادلة رقم واحد. نجي بما أنه عندي مجهولين فنحاول إحنا نوجد معادلة ثانية لإيجاد أيضا مجهول بدلالة الآخر حتى نوجد صار عندنا مجهولين بدلالة معادلتين. راح نأخذ الكومبلمنتري بالانس مال الإيثانول. بما أنه طلاب إحنا ليش أخذنا الإيثانول أصلا، هو ليش أخذ المنطوق بالسؤال يقول إيثانول وبروبانول، إذن الأول واحد نعتبره هو المطلوب، فديت المطينيها للإكس إف والإكس دي والإكس دبليو هي للإيثانول، فأخذنا الكومبلمنتري بالانس فور إيثانول اللي هي كل كمية من التوتال ماتيريال بالانس أضربها في المول فراكشن لتلك الكمية، فأضرب الإف في إكس إف يساوينا دي في إكس دي زائد دبليو في إكس دبليو. الـ F مطينية والـ XF مطينية 750 في 0.65 يساوي الـ D هو يريده، الـ XD مطينية 0.96 زائد W هو يريده في 0.04
تكونت عندي معادلة رقم 2. معادلة رقم 2 أيضا عندي بها مجهولين الدي والدبليو، صارت عندي معادلتين ومجهولين الدي والدبليو. راح نعوض معادلة رقم 1 في معادلة رقم 2، من عوضت معادلة رقم 1 في معادلة رقم 2 بدال الدبليو عوضت بما يساويه بالمعادلة رقم 1، فصارت المعادلة رقم 2 كلها بدلالة الدي. أحلها وراح أطلع قيمة الدي، طلع عندنا بالأخير اللي هو قيمته 497.3 كيلو مول بير أور. هاي الدي أرجع أعوضها يا معادلة، معادلة رقم 1 على شنو؟ أرجع أوجد قيمة الدبليو. فمن عوضتها بمعادلة رقم 1 وجدت قيمة الدبليو اللي هي 252.7 اللي هي كيلو مول بير أور. هاي وجدنا أول مطلوب من السؤال اللي هو قيمة الدي والدبليو. نجي على المطلوب الثاني من السؤال اللي هو إيجاد شنو؟ إيجاد عدد الثواني. طلاب هنا عدد الثواني نوجده حسب الطريقة اللي معتادة. أيضا نقسم أول مرة الورقة البيانية بدلالة الاكس والواي مثل ما هو معتاد، من صفر حسب المعطيات مالتنا إلى نوصل إلى الواحد، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نفس الحالة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. راح يتكون عندنا هنا المربع، وكالمعتاد كل ما أقول لكم بأنه عندي أرسم بيدي فيعني تقريبي بس لأعلمكم شلون ترسمون، يعني هذا هو المربع. نيجي وراها نجر بمسطرة خط ال 45، وراها نعين النقاط اللي مطيناها بالسؤال لقيمة الاكس والواي ونوصلها هذا الاكوليبريم كيرف. فقط رسمنا هذا لحد الان باستخدام قيمة الاكس والواي اللي مطيناها اللي هي اكوليبريم ديتا. لاعتيادي طلاب، لاعتيادي انا هسه راح ابدي اعين. اول ما اعين هو قيمة منو؟ الاكس دي. قيمة الاكس دي المطينيها قيمتها 0.96، هذا قيمة الاكس دي. اوكي طلاب، وراها اعين قيمة الاكس اف. قيمة الاكس اف مطينيها 65%، هاي 0.65 هاي الاكس اف. وراها عندي قيمة الاكس دبليو مطينيها 0.04 هاي الاكس دبليو. ارجع هسه شو اسوي طلاب؟ راح ابدي اعين اذني الاكس دي والاكس اف على والاكس دبليو على خط ال 45. قيمة الاكس دي هنا، قيمة الاكس اف هنا، وقيمة الاكس دبليو هنا. اوكي طلاب، عادة من ابدي اريد ابدي اكمل ابدي بيا جزء، ابدي بالركتيفاينج، ابدي بجزء الركتيفاينج. جزء الركتيفاينج باستخدام الانترسكشن يقول الاكس دي شو يساوي؟ اكس دي على R زائد 1. هذا هو الانترسكشن مال ركتيفاينج سكشن. اخليه ورا ما اوجد قيمته لازم اعرف عن قيمة الاكس دي واعرف قيمة الار، اعينه على الواي اكسس واجر خط مستقيم مائل بزاوية حسب اللي رسم من قيمة الاكس دي على 45 خط ال 45 الى الواي اكسس، هذا اعينه. بس المشكلة هسه هذا الانترسكشن ما اقدر اوجده. ليش؟ لانه الار ما عندي، لانه قيمة الار ما عندي. بس عندي ما طول ما طينش قايل لي بالسؤال قيمة الار الرفلكس ريشيو هي تساوي ضعف قيمة المينيمم رفلكس ريشيو. اذا معناتها هاي الجملة تشير لي بانه انت المفروض تستخدم
طريقة الار مينيمم لإيجاد قيمة الار اللي أخذناها بالجزء الثاني من المحاضرة رقم 4. فإذا أنا معناتها لازم هسه أبدي أشتغل على الار مينيمم. الأول ما أبدي الار مينيمم أنا قيمة الاكس اف مطينيها قيمتها 0.65 أصعدها للأعلى إلى خط 45 اللي أنا مأشرها. بما أنه هو دي يقول لي saturated liquid راح أكمله الخط للأعلى لأنه أعرف الكيو لاين كيو يساوي لنا واحد لأنه ليش saturated liquid. أوكي طلاب هذا أول شيء عينته من نقطة طلاب من النقطة اللي أنا عينتها مع الإكس دي ويا من ويا النقطة التقاطع مع الكيو لاين اللي هسه رسمته ويا من نقطة التقاطع ويا الإكليبريم كيرف لازم أمد مستقيم وكلهم يلتقون بنقطة واحدة. بس قبلها خلي هذا الخط شوية أغيره اوكي. ف يعني بعد شويه اقل اسوي عشان ما اتذكر الديتا. هسه شو اسوي؟ اغير لون الخط على ما تكون واضح لكم. راح ابدي من قيمه الاكس دي اللي هي موجوده على الخط 45 ساشرتها غيرت لونها بالاسود بمستقيم مائل احاول يكون مماس للإكوليبريم كير ويقطع لي من وين هذا يعني بمستقيم شوية يكون مماس او قريب جدا من الإكوليبريم بحيث يقطع لي الكيو لاين ويا الإكوليبريم كيرف عند هاي النقطة. من أمده إلى الواي أكسس مديته إلى الواي أكسس هذا هو النقطة الانترسكشن شو يساوي لنا؟ يساوي لنا إكس دي على آر مينيمم زائدا واحد. هكتبها هنا إكس دي هذا الانترسكشن آر مينيمم زائدا واحد. هذا طلاب الانترسكشن مال مينيمم ريفلكس ريشيو حسب الرسم اللي الصحيح حسب القراءات يعني هو يطلع تقريبا يطلع حسب الرسم هاي 0.39 بس انا هنا بالرسم طلعته 0.41 بس هو بالحقيقة 0.39. شوفوا انا ايش قد اشتغل بيدي وده يطلع تقريبا صحي يعني تقريبا مقارب يعني اذا طلع لكم بعيد معناته حالكم اكو فد خطا بي. اوكي طلاب فهسه تقريبا راح اعيد امسح هاي على مود نرتب الحل. طلع عندي الاكس دي على ار مينيمم زائدا واحد يساوي لنا تقريبا 0.41 هنا بالرسم بس هو بالحقيقة راح على مود أعطي نفس القيم 0.39 هذا الرسم اللي الحقيقة حسب القيم اللي أني أعطيتكم إياها بالسؤال فطلعناها زين. فهذا طلع عندي الانترسكشن نتيجة شنو؟ نتيجة تقاطع الأوبريتنج لاين مال ريكتيفاينج ويا من ويا كيو لاين ويا من ويا الإكليبريم كيرف طلع 0.39 أوكي طلعنا الاكس دي اني عندي الاكس دي عندي بقى عندي هذا طلع الار مينيمم طلع قيمته 1.46 طلع قيمة هذا حاصل ضرب طرفين وسطين طلعنا قيمته 1.46 لانه الاكس دي هذا قيمته شقد 0.96 والواحد عدد صحيح وقيمة هذا الكسر كله 0.39
فطلع الار مينيمم 1.46. من طلعنا الار مينيمم ايش قايل لي بالسؤال؟ قايل لي الار ايش يساوي لنا توايس للار مينيمم، معناتها شنو؟ 2 في 1.46. فالار طلع الاوبريتنج ايش قد طلع قيمه الار الاوبريتنج؟ 2.9. فالار الاوبريتنج اذا هذا هو الحقيقي قيمته 2.9، هذا قيمة الار. اكمل الحسابات ماتي، انا من طلعت قيمة الار اللي هي 2.9 طلعتها، ارجع شو اقول؟ اقول بما انه الانترسكشن الحقيقي مو المينيمم، الانترسكشن الحقيقي هو ار الاكس دي على ار زائد واحد، اذا الاكس دي 0.96 على اللي هي 2.9 زائدا واحد، يطلع قيمة الانترسكشن 0.25. هذا الانترسكشن 0.25 اللي جاي من اكس دي على ار زائدا واحد هو اللي راح اشتغله. اذا شو اسوي؟ لازم شو اسوي؟ ارجع بانه وينها 0.25؟ هاي خلي غير اللون على مود يبين اوضح. هذا هو 0.25. ارجع مره ثانيه من هذا الانترسكشن الجديد اللي حصلته اللي هو مال اوبريتنج، من قيمه الاكسي الى الانترسكشن، الى الانترسكشن طبعا بمسطره لازم نجرب. فهذا وصلنا منه، وهذا الاوبريتنج لاين ما ريكتيفاينج، قطع الكيو لاين بيش قطعه بنقطه اللي هي هاي النقطه. هسه نرسم مال ستريبينج من الاكس دبليو اللي 0.04 على خط ال 45 اللي هسه اشرتها لي جوه هاي، ويا هاي النقطه البنفسجيه اجرش مستقيم ايضا بالمسطره، فصارت عندي هذا الرسم مال الستريبينج، رسم مال الستريبينج. هسه شو اسوي طلاب؟ خلصت هذا، راح ابدي بخط افقي عمودي افقي عمودي افقي عمودي افقي عمودي افقي عمودي. طبعا طلاب اسف نزل على الاحمر، هو ما يصير، لازم ينتهي من تنزلون عمودي على الاخضر مال الريكتيفاينج. هسه وصلنا للستريبينج، من نريد ننزل للبنفسجي، بعدين نروح للاحمر، للبنفسجي للاحمر للبنفسجي. هذا هو، كل ما تصغر المنطقه راح تكبر عدد الصواني، وكل ما المنطقه تكبر راح تقل عندنا عدد الصواني. شلون نبدي نحسب؟ كل مثلث مثلا، هذا مثلث اللي هو هاي النقطة، كل مثلث هاي أحسبها صينية. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بالحقيقة number of tray اللي طلعتها ضمن القيم الحقيقية، number of هذا يسموه ideal tray، طلعنا 12 trays. هذا من الرسم. و number of actual tray شو يطلع؟ 12 تقسيم ايش قد ال efficiency؟ اذا معناتها 12 تقسيم 0.7. بالحقيقة هذا إذا قسمنا على efficiency تحول الـ ideal إلى actual، بالحقيقة هو طلع عندي 14، فرق 2 على الرسم اللي آني لا لازم مسطرة بيدي ولا يعني حاسبة، تعرفون شوي المكان مضايق من دا أرسم بيها، طلع لي 12، وهو بالحقيقة يطلع 14. أقسم على 0.7 ال 14 يطلع تقريبا 20 تري. الحكي اللي
حكيته والرسم بالتفصيل، والرسم موجود عندكم بالاست. هذا كله اللي أنا كحسابات موجودة هسه، هذا كله قدامكم. أما الرسم هذا كله يبين لكم اللي أنا هسه شرحته، فطلعت لنا 14 صفحة. حاولوا أنتم من ترسمون على كيفكم يعني بالبيت، تلزمون ورقة وقلم ومساحة وترسمون عدل، وحاولوا ترسمون مضبوط. أهم شيء عدد الصواني من ترسموها أفقي عمودي مضبوطة مو مائلة، إلى أن توصلون إلى العدد الحقيقي من الصواني. هذا الموضوع جدا مهم، اللي هو يربط عدد الصواني في حالة إذا كان عندي مينيمم رفلكس ريشيو مع الأوبريتين رفلكس ريشيو. أرجو أن تكون المعلومات اللي هسه قدمتها مفيدة لكم حاليا ومستقبلا، وحاولوا أن تعيدون السؤال بيديكم وتشتغلوا بحيث تكون عليكم سهل مستقبلا من يكون واجهكم مثل هيك شيء نماذج من الأسئلة. في نهاية هذا السلايد أحب أن أستودعكم ومع السلامة.